اخواتك البنات اعتقد كلهم يعني ولاد اخواتك اصلا، دول ده ولاد بقيت اخوات انا البنات، شايف دول ولاد اخوات عكست بناتي. برضه خلي بالك. فلما ولاد اخواتك يقولوا ان انت سندهم وان انت ظهرهم، اعتقد ان ده شيء جميل جدا. طبعا ونفس القعده، قعده كبوت العربيه طبعا، مش العربية بس، في الرصيف كمان. كمان تقعد على الرصيف عادي، عادي فايه وبتروح السلام وتقعد. ما ايه انا السلام على عارف ان طول. على فكره تعمل كده، بس انا عايز الناس تعرف كده. ايوه طبعا. ايه، ما اصل انا ما ايه على اللي فكره اتغير يعني؟ الحمد لله مفيش حاجه اتغيرت، انا زي ما انا الحمد لله، في السلام مع اصحابي، بنلعب بلاي ستيشن، بنهزر، بنخرج جروبات مع بعض، بنخش سينما مع بعض، كل حاجه. عادي يعني، الامور ماشيه بشكل ما فيش عادي. اي حاجه. لا عادي يعني، بالنسبه لي عادي، اللي انا شايف عادي. انا يعني انا انسان، مش مثلا لعيب كوره، فمثلا الناس عارفاني، فانا ما ينفعش اقعد على الرصيف. في ناس تفضل مثلا تقول لي يا ابني القعده دي ما ينفعش، انت نجم كبير. يا جماعه ايه نجم كبير؟ يعني مش فاهم نجم كبير. يعني عشان نجم كبير مثلا اجيب ترابيزه ومثلا من بره ونقعد عليها وكراسي واقعد عليها؟ لا عادي. ما عادي، ما انا كيك، انا طول عمري بقعد كده. فايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه اتغيرت، عادي. انا بهزر مع اصحابي، مثلا لو اصحابي جري مثلا في الشارع بجري وراه، مثلا حد يجي يقول لي انت يا ابني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في الشارع؟ اقول له اللي بعمل ايه؟ انا مع اصحابي بهزر. مثلا لو اصحابي بيلعبوا كوره، ممكن مثلا اطلع على سور الملعب، اطلع في الناس تقول لي يا ابني انت بتعمل ايه؟ اقول لهم يا جماعه ايه اللي بعمله؟ انا عادي، انا بعمل زي ما انا بعمل، الطبيعي اللي انا بعمله. يعني مثلا لما اطلع مثلا على سور، لا اجيب كرسي مثلا اطلع عليه عشان اطلع، هي اللي انا بطلع هي فيها، هي اللي بطلع عليها، مفيش حاجه جديده. بيلعبوا كوره مثلا اروح اتفرج عليهم، اروح احكم لهم، اروح معاهم نلعب بلاي ستيشن، قاعدين مثلا نلعب دومنا. فحاجه هي اللي بنلعبه، هي مش هو حاجه هي جديده، نفس الامور ونفس هي الفكره، الامور تكون الضغوط بس زادت شويه لان النادي الاهلي طبعا. الضغوط طبعا عليه دي مختلفه بس شويه. انا الكلام اللي هو الطبيعي عادي، وبعدين السلام الانسان كلها نعرف ان هي اهلاويه. طبعا. لا بس في زملكاويه طبعا في زملكاويه. كتير. بس في ناس بقت اهلاويه بسببي. والله صحابي. والله. القريبين منك اللي كانوا بيشجعوا نادي غير الاهلي بقوا بقى بيشجعوا اهلاويه. الاهلي. حبا فيها طبعا، وصحاب بقى، وما يقول لك هنشجع مثلا انديه ازاي؟ تانيه ازاي بقى وانت بتلعب في مثلا. اقول تقول لي ايه؟ طب بص اقول لك حاجه، اقول لهم ايه؟ ربنا يكرمك مثلا وتجيب جون بس تخسر. اقول لهم لا، انا ما اجيبش جون ونكسب. يقول لي ايه ده ازاي؟ اقول لهم عادي، انا مش عايز وجهة اجيب نظر. جون، بس انا عايز اكسب، عايز فريقي تكسب، مش مهم ان انا اجيب جون، اهم حاجه اللي احنا نكسب، دي بالنسبه لي اهم. يقول لي لا انت تجيب. اقول لهم لا انا مش عايز اجيب، بس نكسب. هو اجيب ونكسب عادي، مش تفرق، بس عادي. فيقولوا لي طب ازاي؟ اقول لهم يا جماعه عادي، انا بالنسبه لي مش فارقه. مش فارقة. طيب نرجع مرة تانية عشان دلوقتي بيسرقنا، ده الساعة بقت واحدة. نرجع مرة تانية.